يلا يا اطفال ناخذ جمل على حرف العين. ناخذ جملة على حرف العين. يلا ها نشجع. يشجع المعلم طلابه. طب ركز معايا بقى كلمة بكلمة بقى. المعلم انتبه لرسم الحرف بين الكلمة والكلمة مسافة كبيرة. المعلم طلابه باستمرار. باستمرار تنوين بإيه؟ تنوين بالكسرة. تنوين بإيه؟ طيب كده واضح معانا. انتبه معايا. واضح معانا حرف العين في آخر الكلمة، حرف العين في وسط الكلمة، وكل ما نركز أكتر كل ما يطلع معانا الشغل أفضل. نحاكي النموذج، نحاكي كتابات الأستاذ، هنلاقي خطوطنا بقت أفضل وأجمل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.